شكرا شكرا لك نجيب القحطاني زميلنا العزيز، يعطيك العافيه. مشاهدينا، بما ان احنا في فتره الصيف في ناس وايد تعاني من لحي ما عدلت نومتها او ان في سهر او استيقاظ ليلا، وهذا الشيء مرتبط بتناول الماكولات تلبيه طبعا لشعور الجوع او رغبه في حصول الحصول على سناك بعد فتره العشاء، لكن لمجرد التسليه معظم هؤلاء لا يعرفون ما قد تسببه هذه العاده من زياده في اوزانهم، خصوصا طبعا اذا كانت في سعرات حراريه كبيره. أكيد، وأكدت منيا يعني مشاهدينا أغلب الدراسات أن في ارتباط بين اللي يسهرون بالليل مثل ما ذكرت وبين البدانة أو السمنة، فهذه العادة هي أحد أسباب زيادة الوزن، وراح نعرف أكثر عن هذا الموضوع. ويسعدنا اليوم تكون معنا الدكتورة نور الشوا، أخصائية تغذية. صباحك ورد وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبتي، كيفكم؟ الحمد لله. هلأ طبعا هذا الموضوع صار كتير نقول نتفشي بالمجتمع، نعم. بالذات اللي نحن بفترة الصيف وعنا عطلة الصيف، الأغلب عم بيسهر معهم وقت للسهر وهيك، نعم. فنحن الأغلب عم يقعد على التيفي عم يحضر في عنا الإعلانات، الصور، الأكل، الأشياء الدسمة هيك، بتلاقي عنا الجسم كمان أكيد عنده ردة فعل أكيد. لهي نعم. الإعلانات يعني قصدك كلامك أن السهر ومشاهدة التلفزيون إيه؟ وأن الواحد يشوف هالإعلانات وهالإغراءات في الأغذية المختلفة هو أيضا يعني يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن. أكيد أكيد بيؤدي عنا للسمنة ولزيادة الوزن، نعم. بالذات أنه الشخص لما يشوف هاي الإعلانات ويشوف هاي الصور بيصير عنا في هرمون بالجسم، نعم. يطلق عليه اسم هرمون الجريلين، هذا بيأثر على السلوك الغذائي للشخص، وكمان له علاقة بعملية الأيض اللي بتصير بالجسم، نعم. بيصير عنا تحفيز لهذا الهرمون أول ما الشخص يطلع على هاي الصور، يعني تحفيز بصري يعتبر، نعم. هذا التحفيز البصري بيؤدي عندي لإفراز هذا الهرمون بالدم، مما بيخلي انه الشهيه عندي تنفتح. يعني هو مو جوع حقيقي دكتوره؟ هلا هو طبعا جوع حقيقي، انت عندك هذا الهرمون لما عم بيفرز عندي بالدم عم بيصير عندي فتح للشهيه، نعم. هذا الشيء عم بياثر عندي انه الشخص بيصير بده ياكل، أي. ان كان ماكولات دسمه او اكثر من الكميه اللي هو لازم ياكلها اصلا. نعم. وش معنى بالفتره المسائيه؟ ليش يعني الفتره المسائيه هي اكثر فتره الواحد يشعر فيها بالجوع؟ يعني لا تنسي هي فتره الواحد قاعد ما عنده شيء غير انه قاعد عم بيتفرج على التلفزيون، ما عنده شيء ثاني، مو مثل مثلا خلال النهار عندنا شغل، عندنا ان كان الطفل بيكون ممكن عم يلعب، ان كان عم يعمل نشاط بدني، هلا هو بس قاعد قدام التلفزيون وعم بيطلع على ان كان الاعلانات اللي عم تطلع عنا او ان كان اي شيء ممكن انه هو يحفز هاي الشغله. طيب بدل الاكلات الدسمه اللي نشوفها بالاعلانات ومثل ما ذكرت يعني المغريه اللي قد تؤدي الى الاوبيسيتي يعني انفتاح الشهيه، شنو الاطعمه اللي ممكن الشخص يستبدلها هم مفيدة تكون وهم تشبع وما تضر ولا تؤدي الى السمنه؟ بالضبط. هلا بالذات بهي الفتره انا دائما بفضل نحن نضل موفرين قدامنا اللي هي ماكولات اللي فيها الالياف العاليه، الحبوب الكامله، نعم. بالذات مثلا وجبه العشاء تكون وجبه مشبعه، عندك تكون عاليه بروتين، بحيث انه الشخص مثلا مش انه عاليه جدا ولكن بحيث انه الشخص يضل عنده شبع لمده طويله، ما يضل طول فتره السهر وهو قاعد عم ياكل، عرفتي؟ بالذات الطفل ممكن نوفر له شغلات صحيه تلفت نظره انه هو يشوفها شكلها حلو، نعم. وكذا ياكلها يحس بالجوع عندي، بيصير بقى فتره الليل ما بياخذ الاشياء اللي هي الدسمه، الاشياء الضاره. نعم، طبعا هو السهر مشكله لحد لوحده، غير عن ان الواحد لما يسهر اكيد لفترات ساعات انه ممكن يبي ياكل ويسمن وكذي، لان السهر ايضا يعني كانه هو محارب لعمليه الايض او الحرق، صح؟ صح، هلا انا بصير عندي تثبيط لهي العمليه، نعم. اذا انا بضلني مثلا فايقه فتره طويله عندي فترة من عندك من الساعة 9 لبعد هيك عندنا جسم خلال النوم بيفرز هرمونات وبيفرز كمان انزيمات، نعم. هي بتساعدني على رفع عملية الأيض إن كان باليوم الثاني، نعم. عرفتي علي؟ فهي النقطة جدا مهمة. بالتأكيد نبي نتكلم عن مواجهة بعض أولياء الأمور لهذا الشيء في فترة الصيف مع أبنائهم، يعني الواحد ممكن يسيطر على التصرفات لكن الأطفال صعب. اكيد. فشلون ممكن يصير كنترول على الوجبه وعلى ما تحتويه الوجبه؟ هلا الاطفال مثل ما انت قلتي كثير صعب الكنترول معاهم، بالذات انه انت صعب توصلي له معلومه انه لازم هيك ولازم هيك، انت بدك تحاولي تسيريه اكثر لانه هو شو يعمل شو انت بدك، فانا ممكن بدل ما مثلا خليه يسهر ساعات طويله بالليل اني احطه مثلا بالنوادي الصيفيه، الانشطه البدنيه، الطفل طول النهار بيكون مثلا بالنادي الصيفي ان كان عم يعمل رياضه، نشاط بدني، ان كان عم يمارس اي هواية
هوايه. حتى بهي الفتره بحاول اني اشبع له جوعه بوجبات مفيده وفيها مثلا الياف، فيها شغلات مهمه ومفيده لإله. بيجي هو بالليل الطفل ما عاد عندي بقى طاقه كثير اني انا اسهر بالليل، بلاقي انه الفتره اللي ضايله معي انه هو يسهر قليله، رح ينام بكير. هون انا بقدر اعمل كنترول بسيط على هذا الموضوع. كمان اني انا اوفر له اكلات، يعني مثل ما انت شايفه هون اكلات هو ممكن يرغبها، نفس الوقت مفيده له، كلها الياف بتعطيه شبع. وفي طريقه ايضا حلوه ان لما الطفل يشوف الوالده او يعني خصوصا الام تاكل اكل معين فدائما يحب يجربه، فعلشان كذي الامهات يفترض يعني ان يركزون على الاكل الصحي امام الاطفال. لازم. اي طيب، في شغله بعد وسؤال مهم جدا، يعني المعروف ان ليلا الشعور بالجوع هو شيء ايجابي لانه هو يدل على حرق الدهون، او ان المعده قاعده تعمل على حرق الدهون، ولكن يعني كونك أخصائية تغذية ومتخصصة في هالأمر، متى الوقت اللي تنصحين فيه العشاء؟ يعني بعد يعني مثلا الساعة كم المفروض الشخص يتعشى، والمفروض بعد هذه الساعة خلاص ستوب؟ اوكي، هلا هي النقطة نصها أنا حكيت عنها قبل شوي، اللي هو إنه العشاء يكون مشبع، يعني مش إنه يكون وجبة ثقيلة، ولكن نختارها صح، إنه يكون فيها شيء مشبع، ونفس الوقت أنا بعد هاي الوجبة ما بقى آكل شيء، أهم شيء تكون قبل النوم بثلاث ساعات، أعطي الجسم فترة يعمل عملية الهضم، أعطي الجسم فترة ينظف حاله، لحتى أنا قبل ما أنام كون قبل بثلاث ساعات وقفت اكل. يعني لازم قبل النوم ثلاث ساعات. ثلاث ساعات بالضبط. نتكلم شوي عن الشغلات اللي موجوده ويانا، وهم بربطها بقضيه السفر، هل هي نفس العادات اللي ناخذها ويانا هني؟ اكيد. عاداتنا الغذائيه هذه؟ اكيد. هلا لك اول شيء بدنا نحكي هون، مثل هي الوجبه انا دائما بفضل تعطى للطفل مثل ما قلت لك خلال وجبه النهار، رح تكون بالنسبه له ملفته للنظر، بياكلها بنبسط عليها، فيها مثلا زبده الفول السوداني، فيها فواكه، خبز حبوب كامله، هذا الشيء بيعطيه شبع. نفس الوقت كله عناصر غذائية. كله عناصر غذائية. وبنفس الوقت كمان انت عم تتجنبي انه بعد شوي مثلا اذا شاف شيء دسم او هيك انه هو ياكل من كميات كثير كبيرة يكون هو شبعان اوريدي. عندك مثلا الفواكه الصيفية مثل التوت، المانجو، الاناناس، الخوخ، المشمش، هدول جدا كمان رائعين، الاطفال بيرغبوهم دائما، فكمان حلو. ما يشبع هذا؟ هلا لينكي هو اكيد ما بيشبع، هو حيكون عبارة عن سناك مش وجبة، عرفتي كيف؟ مثلا الموزة تعمد تحطها هيك لانه الطفل لما ناخده على النادي او كذا انا ما بفضل نقطع له الفواكه ونحط لهم اياها علشان تعرفي نمو البكتيريا وهيك، دائما بفضل الفاكهه تضل حبه كامله مثل ما هي. حطيت صح بين الفواكه في خيار لانه بدي اشياء مرطبه للطفل تزيد نسبه المي بالجسم. هلا عندنا كمان سلطه الفواكه، هاي طبيعي الطفل لما يشوفها في بسكت. صحيح. عرفتي طبعا هذا البسكت نختاره بدقه، يعني يكون انا عجبتني فما بالش الطفل يعني فانه يكون مثلا جواها الشوكليت تكون دارك وما راح يلاحظ لانه في طعمه حلا كثير، حتى بفضل ما نحليها بعصير، بفضل نحط عسل اكثر من انه عصير. عرفتي علي؟ البرزنتيشن مهم يعني. ايوه، طريقه تلفت نظره، طريقه التحضير، يعني حطي له جنب همبرجر لا راح يطلع عليها الها. صح. عرفتي علي؟ راح تلفت نظره الوان وهيك، فهي كمان جدا مفيده للطفل بالذات بالصيف، بترفع نسبه المي عنده، بتعمل ترطيب للجسم، فيتامينات، فيتامين اي سي، فانت عندك هيك عم بتفيدي وبنفس الوقت عم تبصي. حلو. وعلى السفر، موضوع السفر، موضوع ناخذ عاداتنا ويانا. شوفي موضوع السفر كمان مش انه ناخذ عاداتنا معنا، انا دائما بالسفر بحب انه الطفل نحسسه انه نحن عم نعمل شيء جديد، عم نغير، لحتى بس نرجع على البيت ما يكون مل من الشيء اللي عملناه بالبيت عودناه عليه بالبيت. فبالسفر مثلا اذا اخذناه على المطعم، اذا اخذناه على شيء، نحاول نختار له خيارات صحيه. اذا اخذناه برا نختار له شيء حلو. طيب شنو النصائح اللي توجهينها لاولياء الامور؟ لان الحين وايد منتشر مرض السكري والدايابيتس وهالامور. صحيح. وهالمشاكل قد يكون وراثي وقد يكون غير وراثي. اكيد. ودائما الاطفال سيده يعني قلوبهم وعيونهم تروح على الشوكليت والسويتس والحلاوه والمنتجات اللي فيها اكثر شيء السكر. اكيد اكيد. فالنصيحه اللي توجهينها لاولياء الامور او الامهات يعني خصوصا، شلون يتعاملون مع هالامر هذا، وشون يعني يخلون ابنائهم يرغبون؟ لان لاحظي ان دائما الاطفال يبتعدون عن الفاكهه طبعا، ودائما اذا كان في تشويس الشوكليت او السويت مع الفاكهه يروحون حق الشوكليت، بالذات انه بحسوها مفروضه عليهم اكثر. صحيح. على فكره سؤالك كثير جميل، يعني موضوع السكري هلا كمان
جدا عندنا مرتفع كثير يعني. صاير منتشر صح. بهذا الموضوع بدي اقول انه ما نحاول نخلي الطفل انه هو يفكر انه في شيء ممنوع او مثلا مريض السكري مش لازم ينقطع عن اكل معين او ينقطع عن الشوكليت او شيء هذا مش موجود صح. ممكن انا اعطيه بكميات معينه اني انا اقدر اقنعه فيها مثل ما قلت لك بشبعه بطريقه وبعطيه اللي بدي اياه بكميات معينه نعم. يعني انا شبعته مثلا بالاشياء الهيلثي بيجي بعطيه شوكليت مثلا شفتي كيف انا حاطه حبات قليله أي. فهو هي الشغله ممكن اني انا تساعدني معه الكم والكيف ايوه بالضبط كمان عندك نقطه كثير كنت حابه احكي عليها في سناك كثير حلو للطفل مفيد له بنفس الوقت ما بيضره ما بيأذيه نعم. اللي هو البوب كورن ممكن نحط له اياه لو قطعنا له الخضار باشكال حلوه جنب البوب كورن مثلا هون وهون رح يصير عندي شبع اهم شيء بس نخفف كميه الملح ما حددنا نحضره بالبيت نعم. هي اهم طريقه اهم شيء يعني نخفف الابيضين سواء أيوة. الشكر او الملح الشكر او الملح صحيح نعم. نعم. شكرا جزيلا على وجودك ويانا دكتوره نور الكريم الشوا اخصائيه تغذيه حياك الله واهلا وسهلا فيك مشاهدينا الاعزاء وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم من صباح الخير يا كويت ان شاء الله كنا عند حسن ظنكم انا وزميلتي العزيزه منيا الحجي طبعا ونتمنى لكم متابعه طيبه لبقيه برامج تلفزيون الكويت انا اقول لكم مع السلامه والختام مع السلامه